دايما بقول الاهلي بمن حضر. ليه الاهلي بمن حضر؟ لان زي ما حضراتكم عارفين ان عدد كبير من اللعيبه اللي كانت غايبه بقى لها فتره النهارده بنتفرج على رامي ربيعه عودته وبقى يعني بقى مستوى اكتر من رائع. عوده سعد سمير، بنتكلم على سعد سمير فترات طويله غايبه بسبب الاصابه، لكن عودته كمان في مكاسب كتيره جدا جدا للنادي الاهلي. وخلي بالكم ده قدر النادي الاهلي وقدر جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي دايما تحب تشوفها فريقها فايز، وبتحب كمان تشوفه باداء اكتر من رائع. امبارح مباراة النادي المصري، بنتكلم على مباراة على المستوى البدني، مباراة كبيرة بنشوف على المستوى التهديف، بنشوف محمد شريف ما شاء الله بيعمل ثنائية بعد ثنائية نادي الزمالك وبيقدم أداء أكتر من رائع زي ما حضراتكم شايفين. مباراة على المستوى البدني، خلينا نتكلم، بنحيي طبعا علي ماهر على الأداء، بنحيي لعيبة المصري على الأداء، لكن بنحيي أكتر لاعبتنا على هذا المجهود الخارق اللي بيبذله لعيبة النادي الأهلي. حسين الشحات، بنتكلم على رمضان بيكم، بنتكلم على أكرم توفيق، وخلينا نتكلم كمان على بعض اللعيبة يمكن كمان اللي الناس كانت بتتمنى نشوف إمتى نلاقي واحد من ولاد النادي الأهلي، أشبال النادي الأهلي. عندنا دلوقتي أحمد نبيل كوكا، لعيب قدم مستويات رائعة رغم أنه هو لسه مواليد 2001، لكن مشروع نجم كبير إن شاء الله ومستوى مبشر، رغم أنه كمان ما بيلعبش في مركزه، لكن هو كمان قال أنا بلعب بتيشيرت النادي الأهلي، حلم بيتحقق بالنسبة لي وفي أي مكان أقدر أدي فيه بشكل أكتر من رائع. ما ننساش تألق حسين الشحات مع الفريق، تألق غير عادي، ويثبت ان حسين كمان نجم كبير بيعود بشكل افضل كل مباراه. نتكلم كمان على نضج محمد شريف، ان هو كمان دلوقتي بقى في اعتقادي هو مهاجم مصر الاول، امكانيات كبيره جدا على مستوى التهديف، بيهدف بشكل اكتر من رائع، تمركز اكتر من رائع، تحركات اكتر من رائعه، محمد شريف بيقدم اداء اكتر من رائع. كل ده خلي بال حضراتكم مع ضغط مباريات، مع وجود رمضان، وانا عارف وانا عشت الكلام ده، الاجواء بتكون مختلفه، صيام واليوم بتاع لعيب الكوره بيختلف شويه في رمضان، بتتكلم على ضغوط على مستوى النتائج، لازم تحقق نتيجه كويسه، لازم تلعب كمان بشكل اكتر من رائع عشان ترضي جماهيرك. كل دوت يساهم صحيح. اعتقد النادي الاهلي لغايه دلوقتي بيقوم بيه بشكل اكتر من رائع. وخلينا نتكلم قدر النادي الاهلي، يعني قدر النادي الاهلي، النادي الاهلي بيلعب على كل البطولات، لازم يكون بطل فيها، لكن لازم الناس تعرف، وبعض الناس بتقول الاهلي بيتجامل، يعني مش معقول كمان بعد كل الضغوطات ديت وكل المباريات ديت ان الاهلي بيتجامل، لا النادي الاهلي ما بيتجاملش، النادي الاهلي بياخد بطولاته بالعرق، ببطولاته بابطاله، بطولاته بلاعبته بجماهيره، فهو ده النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليه يعني.